دكتور، عايز منك تقييم لجهود البحث العلمي والشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج منتج يفيد الجاموس المصري. هو الحقيقة أنا عاوز أقول لحضرتك أن صناعة البكتيريا في العالم هي أغلى صناعة بعد صناعة السلاح عموما في العالم. تمام. اللي حصل هنا ده هو الحقيقة جهود بحثية متميزة جدا وغير متكررة للأسف في مصر. يعني احنا نتمنى أن في مصر يبقى فيه جهود بحثية بين الجامعات وبين الشركات وبين المستهلك، وده النموذج اللي احنا فيه ده بيوضح هذا بجلاء تام. احنا عندنا هنا مزارع، وعندنا معهد الهندسة الوراثية في مدينة السادات، وعندنا شركة قطاع خاص، الاثنين مشتركين مع بعض في انتاج منتج. هذا المنتج بيعوض المشاكل اللي موجودة في البيئة بتاعتنا. احنا في الحقيقة بننتج في الانتاج الزراعي بتاعنا بننتج مخلفات زراعية وحتى أكلنا احنا ملوث بالأسمدة الكيماوية والمبيدات، ده معروف يعني، وده بيأثر على الفلورا بتاع كرش الحيوان. فدلوقتي كرش الحيوان ده في اللي ربنا خلق فيه فلورا طبيعية، بكتيريا طبيعية مفيدة بتساعد في عملية الهضم. تمام. فالمشكلة دلوقتي ان الحيوان لما بياكل بيلاقي الفلورا بتاعته تعبانة فما بيهضمش الأكل اللي بياكله، وبالتالي معامل التحويل بيبقى ضعيف جدا. اللي حاصل دلوقتي ان المنتج اللي هم شاركوا في انتاجه البايو فاكتور ده بيعوض الفلورا بتاع كرش الحيوان البكتيريا اللي هي ضاعت منه، وبالتالي يرجع الحيوان لطبيعته الاصليه اللي ربنا خلقه عليها، فيستطيع يزود معامل التحويل بتاعه. نفس القصه في معالجه القش. قش الرز ده نسبه البروتين فيه العادي 1%، لما بيتعالج بالنوفا بلس بشكل معين في مرحله كمر بيتكمر ويتحط على كل طن من قش الرز 5 لتر نوفا بلس، بيرفع البكتيريا بيرفع البروتين ل 7%، وفضلا عن ذلك بيزود كمان معامل الهضم، يعني بيخلي الحيوان يستطيع ان هو يهضم اللي بياكله بشكل اكتر، يعني ما بيبقاش مجرد ماده مالعه بالظبط كده. وبالتالي الطاقه بيسموها الطاقه الميتابوليزبل انرجي، الطاقه الميتابوليزيه اللي بيستطيع النبات يستفيد الحيوان يستفيد منها، ويطلع في الاخر الطاقة اللي هي بسموها نيت انرجي، الطاقة الخالصة، الطاقة اللي هي بتزود انتاجه من اللحم او من اللبن حسب نوع الحيوان.